احتفالية سنوية للمتعافين من مرض السرطان في مركز علاج الأورام السرطانية بمستشفى السعدين المركزي بمدينة مينيا القمح في الشرقية. تم تكريم فيها 82 مريض لتعافوا نهائيا من الأورام السرطانية هذا العام. الاحتفالية بالطبع بتسلط الضوء على نجاحات المستشفى والخدمة الطبية المقدمة فيها وإزاي حققت نسب الشفاء اللي وصلوا لها. طبعا احنا النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن كيفيه تحقيق المستشفى لهذه النتائج المميزه، وهناش كمان طرق العلاج المستخدمه في هذه المستشفى واسباب ارتفاع نسب الشفاء. معانا على التليفون دكتور هاني جمعه وكيل وزاره الصحه بالشرقيه. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور يا استاذ محمد، صباح الفل استاذه هبه، وصباح الفل على كل الساده المشاهدين. يا اهلا بحضرتك، لو تكلمنا في البدايه عن هذه الاحتفاليه. طبعا يعني احنا بنشكر حضراتكم على تسليط الضوء على الجانب المهم ده، ان احنا ازاي ابطالنا اللي بيقاوموا السرطان بنقول لهم الف مليون مبروك على النجاح، الف مليون مبروك على عدم الاستسلام. ازاي 82 مريض بيتعالجوا من الاورام في مستشفى في قريه مصريه، قريه السعديين في مركز مينيا القمح، لما نعالج بنسب شفاء عالية ده بندي رسالة بنقول المستحيل ليس مصريا، المستحيل ليس شرقاويا. إن قرية سعديين اللي لها من اسمها نصيف هي كانت وش السعد على هؤلاء المرضى، الحمد لله كنا بنقول لهم ألف مليون مبروك على عدم الاستسلام. زي ما قلت لهم النجاح دايما بيبقى 1% حظ، 2% موهبة، 20% شغل لفريق عمل، 77% عدم استسلام. فده كان سبب النجاح، عندهم أمل في الشفاء، عندهم يقين بالله إن شاء الله هيقهرهم هذا المرض اللعين. كان فيه أداء أكثر من رائع لفرق العمل، سواء كان من أطباء، تمريض، كل العاملين بالمركز، وده اللي قاله المتعافين. ولما بيتكلموا إزاي العاملين في المركز قدموا لهم كل الدعم وكل العون وكانوا السند، ديت كانت حاجه من الحاجات الرائعه الحمد طيب لله. طيب ده اكيد الناحيه المعنويه مهمه جدا، والخدمه لما بتقدم بالشكل الامثل اكيد المريض بيقدر يقاوم اللي هو واقع فيه او المشكله اللي عنده. لكن ايه البروتوكولات العلاجيه اللي استخدمتوها؟ ايه اللي اعتمدتوا عليه في اساليب العلاج فبالتالي خلت نسب الشفاء عندكم بالشكل ده؟ الحمد لله المركز شغال على البروتوكولات العالميه والجايد لاينز الموثوق فيها عالميا، اللي مش من حق اي حد يغير او يضيف لها الا الطبيب بعد عمل لجنه متخصصه موجوده. بيتعرض بعد كده البروتوكول العلاج على جهتين عندنا، اللجنه الطبيه المتخصصه وكمان فريق من الصيدله الاكلينيكيه، وده كان له دور مهم ان يبقى فيه ارتفاع في نسب الشفاء. بنشتغل شغل كبير جدا على وعي المريض، معرفته بحالته والحاله النفسيه والتزامه هو وزويه، وكمان النظام الغذائي اللي له دور مهم في الحاله نفسها. احنا بنجيب اللي بيطبخ للعيان نعرفه ياكل العيان ايه، وفي عياده للطب النفسي عشان نعرفهم ازاي يتعاملوا ازاي، وكمان عندنا المعمل وفي خدمات معمليه رائعه، فبنتابع على طول التحسن، وطبعا الاشعاعات والخدمات التشخيصيه كلها متوفره. طيب دكتور هاني، دايما التجربه بتعلم، واكيد انتوا اتعلمتوا خلال الفتره اللي فاتت ونتيجه ده ان نسب الشفاء ارتفعت. طب احنا عايزين نزود النسبه اكتر في المستقبل، هل عندنا خطه لده؟ الحمد لله عندنا مبادره رئاسيه رائعه من افضل الحاجات اللي حصلت في مصر، وهي ان شاء الله اذا بنتكلم عن مبادره مثلا صحه المراه المصريه، وازاي عملت على اكتشاف مبكر لامراض سرطان الثدي، وبقت ان احنا نكتشف السرطان في مراحله الاولى. السرطان مرض قابل للعلاج، لكن مشكلته انه كان بيكتشف في المرحله الرابعه والمرحله الثالثه، المراحل الاخيره، لكن اذا تم اكتشاف في المرحله الاولى بيبقى قابل للعلاج، ونسب شفائه بتتخطى 90%. ان شاء الله عندنا في محافظه الشرقيه هنبتدي المبادره الرئاسيه للاورام السرطانيه يوم الاحد القادم 18 من هذا الشهر، والمبادره ديت هتركز على اربع انواع من السرطان: سرطان الرئه، سرطان القولون، سرطان البروستاتا، وسرطان عنق الرحم عند السيدات. ان شاء الله ديت المبادره ديت هتساهم معانا كتير ان احنا نكتشف الحالات في الاول. طبعا المبادره مجانيه، هنعملها في كل القرى وفي كل المدن وفي كل الاماكن، وهيتوجه اليهم والناس هتجي لنا تحاليل واشعه
أو أي حد هيحتاج يتحول المستشفى، منظومة عمل إن شاء الله علشان نقول إن الدولة المصرية والقيادة السياسية بتستثمر الآن بفكر جديد، بتستثمر في الصحة وليس تستثمر في المرض. مش هستنى عند المريض ما يجيله سرطان واصرف ملايين عليه. عرفتوا الناس يا فندم بهذه المبادرة مسبقا بحيث الناس تكون عارفة؟ طبعا يا فندم احنا شغالين توعيه، وعندنا الرائدات الريفيات، وعندنا بنستخدم كمان الجوامع والمساجد، وازاي نعلن على ان وجود الرابطه في كل قريه وفي كل مكان، وان شاء الله في الوحدات الصحيه وفي الاماكن اللي موجوده، وفي عيادات متنقله موجوده عندنا، وفي الصفحات والسوشيال ميديا، ومعانا الاعلام، ومعانا سواء المقروء او المسموع او المرئي. عندنا حاجات كتيره ان شاء الله نوصل للناس، وربنا يسهل ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه نكتشف، ويبقى لنا جميعا ثواب، ومن احياها فكانما احنت جميعا ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك دكتور هاني جميعة وكيل وزاره الصحه بالشرقيه، وبنتمنى طبعا الشفاء لاي مريض، والخدمات والمبادرات الصحيه اللي بتقوم بيها الدوله المصريه قللت كتير جدا من نسب الوفيات، لانها بتكتشف الامراض مبكرا وبتمشي معاك خطوه بخطوه، وبتقدم لك العلاج بالمجان من خلال شبكه التامين الصحي، وايضا التامين الصحي الشامل اللي طبق في بعض المحافظات، وما زالت المسيره مستمره للتطبيق في باقي محافظات الجمهوريه.